في بيروت حين كنت إلى جوار أبي جهاد شاهدت أبو عمار عشرات المرات وهو يتصرف كقائد حقيقي، وعندما قصف مقره لم يخف بل قام وأدى الصلاة. دي طبعا إحدى عبارات دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أعتقد نفهم من خلال العبارة دي أو الجملة دي حاجات كتيرة جدا، نفهم علاقته الوثيقة بقادة المقاومة الفلسطينية، علاقة اللي ربطته كمان بأبو عمار ياسر عرفات عليه رحمة الله، نفهم منها أنه ليه تاريخ نضالي يمكن احنا عارفينه دكتور سمير غطاس كلنا كمحلل سياسي، ده صحيح، وتحديدا في الشأن الفلسطيني فعلا، لكن كان جديد عليا ان انا اعرف ان هو ليه يعني جانب دور شخصي كبير في المقاومة. فعلا كل مره بنستضيف فيها دكتور سمير غطاس بيتم استضافته في الاستوديوهات كمحلل سياسي بيعرفه المشاهد العربي بكونه محلل مفكر متخصص في الشأن الفلسطيني والاسرائيلي، لكن اللي ما نعرفهوش وما يعرفوش المشاهد العربي هو ان دكتور سمير ترك حياته العاديه كشاب في ريعان شبابه وضحى الحقيقه بسنوات عمره الاولى لينضم الى الثوره الفلسطينيه عقب زياره الرئيس المصري انذاك انور السادات الى القدس في السبعينيات، ولم يتخلى حتى عن تلك المرحله من شبابه بس، لكن تخلى ايضا عن اسمه. ده حقيقي. احنا عارفين طبعا انه في اسماء شهره او اسماء حركيه دايما، وده على مدار التاريخ يعني مش حاجه سر ومش حاجه عيب، يعني انه دايما الفدائي بيبقى ليه اسم حركي بيعرف بيه. سمير غطاس او دكتور سمير غطاس عرف باسم محمد حمزه، وده طبعا بيحصل ما بين الحين والاخر حتى دلوقتي رغم عودته الى صفوف السياسه بشكل اخر اللي هي التحليل السياسي والفكر، لكن المقربين منه احيانا بيحبوا يندهوله باسم محمد حمزه عشان يفكروه بال... عارفين الاسم ده. يعني الحقيقه في مراحل كتيره جدا في حياته هنتعرف عليها من خلال هذا التقرير، لنبدا بعده هذا الحوار. الدكتور سمير يوسف غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ومدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، تاريخ طويل من النضال الثوري ضد المستعمر الصهيوني. سافر إلى بيروت وانضم إلى صفوف حركة مقاومة فتح عقب زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس في السبعينات، وكان وقتها ناشط سياسي ورئيس اتحاد الطلاب المصريين في الجامعات المصرية، ومنذ ذلك الوقت تحول إلى محمد حمزة الاسم الحركي الذي عرف من خلاله داخل حركة المقاومة. كان غطاس عضوا في فريق تحرير الموسوعة الفلسطينية في رام الله، وعمل أيضا مستشارا لأبو جهاد، مما جعله ملما بالكثير من التفاصيل الخاصة والدقيقة داخل جهاز المقاومة الفلسطينية. لم يتوقف دكتور سمير غطاس عند محطة المقاومة، بل حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، وهو باحث متخصص في الشأن الإسرائيلي، ولديه العديد من المقالات المنشورة بالصحف الفلسطينية والمصرية، وعمل في الكثير من المراكز العلمية والبحثية، وآخرها رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ترحب معنا في الاستوديو بالدكتور سمير غطاس، اهلا بيك معنا. اهلا بحضراتكم. ولا نقول محمد حمزه. الاثنين يعني انا معروف بالاثنين. قعدت فتره طويله طبعا في مصر، انا مصري المولد لانه في التباس حول الاسم واحيانا كمان اللهجه، لان انا امضيت مع الثوره الفلسطينيه اكثر من 20 عاما في الخارج. من سنه كام تقريبا؟ من 77 77 حتى 2005. وبالتالي كان كمان وحضرتك جوه مصر ولا كنت في الارض الفلسطينيه؟ انا مصري المولد، على الاقل بعرف جذور العيله لغايه رمسيس الثاني، قبل رمسيس الثاني ما بعرفش. كفايه قوي. كنت من قيادات الحركة الطلابية المصرية منذ عام 67. اعتقلت في مصر على الأقل خمس مرات، سنة 68 و72 و73 و75. على خلفية إيه بقى يعني؟ كان سبب كنت قادة من أحد أبرز قادة الحركة الطلابية في مصر، وكنا في ذلك الوقت نناضل من أجل مصر، كانت جزء عزيز منها هو سيناء كان يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، كنا نناضل من أجل تحرير سيناء أولا، وكان لدينا برنامج
سياسي ديمقراطي وبرنامج اجتماعي للدفاع عن الطبقات الشعبية. طب حضرتك بتقول انه يعني كنت بتناضل او جزء كبير من النضال في الفترة دي كان لان مصر نفسها محتلة، ليه الاتجاه النضالي للقضية الفلسطينية؟ وده يعني انا فاهمة طبعا انها قضية العرب الاولى، لكن ما احنا كمان كنا محتلين يعني، فجت النقلة منين بقى انك تنضم للثورة؟ هي الحقيقة مش نقلة طبعا، بس عايز اشير الى انه في سنوات الاعتقال كان لي علاقة وطيدة بكثير من المثقفين والشعراء، وعلى بشكل خاص مع المرحوم الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام، وكنت كان لي الشرف أني أول حد دخله من الجامعة المصرية كنت أنا، وعلى علاقة وطيدة بيهم. وفي أغنية شهيرة طلعت في سنة 73 صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، وفي فقرة يعني نجم خصاني بها في هذه القصيدة. ليه؟ وبلغ يا سمير غطاس يا ديف المعتقل سنوي بصوتك دل كل نحاس، صباح الخير على السنوي وأهلا بيكو في القلعة وباللي في الطريق جايين، مدامة مصر ولادة وفيها الطلق والعادة هتفضل شمسها طلعة برغم القلعة والزنازين. الأغنية دي اتعملت في المعتقل القلعة، سجن القلعة، نجمة ألفها في معتقل القلعة، وتصادف ان احنا كنا معتقلين ونزلنا على المحكمة، ففوجئت انه نجم كان سرب الاغنيه للشيخ امام اللي ما كانش معتقل في تلك الفتره، فلحنت لحنها وغنوها. لما دخلنا على المحكمه فوجئت بانه جموع الطلاب يعني المناضلين بيرددوا الاغنيه ساعتها. بعدين بقى غناها عدد كبير من عزه، غنتها مع الشيخ امام وغناها عدد يعني ده دكتور سمير، ده ياخدني يعني خدنا بقى معاك لفتره السبعينيات دي، مرحله النضال الطلابي كانت ملامحها كانت عامله ازاي؟ وازاي كنتوا بتتبنوا قضاياكم؟ وازاي كنتوا بتعبروا عنها؟ وكان بيتم مقابله هذا النضال ازاي؟ يعني الحقيقه هي فتره من اغنى مراحل النضال في الحركه الطلابيه الحقيقه. احنا ورثنا نضال عظيم كان في الاربعينات، خاصه 46 كان في لجنه وطنيه شكلت من الطلبه والعمال سنه 46، كانت ايضا في مواجهه الاحتلال البريطاني. احنا ورثنا هذا التراث، لكن كانت الحركه الطلابيه تقريبا ماتت من بدايه الخمسينات صعودا الى 67. 67 احنا احيينا مره اخرى، السنه اللي انا دخلت فيها جامعه 66 67 رجعنا احيينا مره الحركه الطلابيه. لكن عايز اكد على انه هذه الحركه الطلابيه كانت حركه شريفه جدا للغايه، لم نكن ايادينا تمتد على الاطلاق للجامعه، لمباني الجامعة أو لأساتذة الجامعة، لم نستخدم العنف على الإطلاق لا ضد الطلاب ولا ضد الأساتذة، رغم ما كنتم تقومون به من تظاهرات. طبعا كنا بنعمل تظاهرات سلمية، لجان داخل الجامعة، جمعيات، أسر، نجحنا في الاستيلاء على كل اتحادات الطلاب يعني في ذلك الوقت، اعتقلنا عدة مرات، مع ذلك لم نتخلى أبدا عن النضال السلمي وعن البوصلة، لم يعني نختلف عن البوصلة التي تقود. امال ايه اللي حصل في المجتمع؟ يعني كلام حضرتك ده مهم جدا وبيمس الواقع بشكل يعني اكتر من رائع. ايه اللي حصل مع الناس دلوقتي؟ الناس بقت فاهمه انه الثوره يعني تخريب، يعني عنف. الحقيقه للاسف الشديد في الفتره التي سبقت ما نحن نعيش فيه الان، الرئيس المخلوع او السابق حسني مبارك، وانا وحمله جزء كبير من المسؤولية، كان أصدر قرارا بمنع العمل السياسي في الجامعة. كل الأحزاب السياسية للأسف الشديد التزمت بهذا القرار إلا الإخوان المسلمين، وهو تواطأ مع الإخوان المسلمين، تواطأ معهم على مستويين، ترك لهم الجامعة فشكلوا هم اتحادات الطلاب، وكانوا بيبيعوا طبعا لأن لديهم دعم مالي قوي، كانوا بيبيعوا المذكرات مجانا تقريبا، هم اللي بيعملوا، هم الوحيدين اللي بيعملوا النشاط الخيري. الأسوأ من ذلك هو انه هيئات التدريس التابعه للاخوان يعني انحازت للطلاب الاخوان، يعني اعطتهم درجات علميه عليا، ومن ثم تم ترقيتهم الى معيدين فاساتذه، بالتالي لدينا قوة تأثيرية. لدينا تأثير الآن، لدينا عدد كبير من المدرسين يعني ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهم بالمناسبة غير أكاديميين حقيقيين، يعني القلة القليلة منهم التي يعني لها حق أن تدرس، الأغلبية جاءت عن طريق هذا يعني الانحياز من بعض الأساتذة، وبالتالي الجامعة غرز الإخوان المسلمين في الجامعة هذا الفكر التكفيري الإرهابي اللي بيعتمد على العنف والتكسير وإلى آخره.
شفنا إهانات للأساتذة حتى في الأزهر. يعني أستاذة الشريعة في الأزهر لما طالبات، وهذا أمر مستاجن، لما طالبات يعتدوا عليها وينزعوا عنها حجابها ويصوروها، لما تشعل سمير يعني شفنا مشاهد كثيرة جدا ما تشعل النيران في أشجار في المباني إلى آخره. هذا الأمر لم يكن موجودا رغم حدة الصراع بيننا وبين السلطة في ذلك الوقت، لكن كان هناك تأكيد على أنه مصر أولا، مصر أخيرا، بوصلة لم تضع. كنا نناضل ضد الاحتلال الأجنبي، كنا نناضل من أجل يعني الحصول على حقوق ديمقراطية أعلى وانحياز للطبقات الشعبية، هذا هو كان همنا الأساس. ده كان في ذلك الوقت. بس عايز أقول النقلة ليه مع الفلسطينيين، لأنه إحنا أيضا داخل الجامعة كنا مهمومين بالقضايا العربية، وتشكل في كلية الهندسة، ولازم أقول المسألة دي إحقاقا للحق، لجنة لنصرة الشعب الفلسطيني داخل اسمها أنصار الشعب الفلسطيني أو أنصار المقاومة الفلسطينية في كلية الهندسة جامعة القاهرة. ثم اتسعت هذه الجماعة إلى باقي كليات الجامعة وتشكلت لجنة عامة، ثم تحولنا من خرجنا من الجامعة إلى المجتمع كله وانضم إلى هذه اللجنة عدد كبير من النقابيين والمثقفين والأدباء والشعراء إلى آخره. الانتماء للثورة الفلسطينية في ذلك الوقت بدءا من 68 وصاعدا كان جزء من اهتماماتنا يعني الهامة جدا. انتقلت بقى لفلسطين نفسها. 77 كان مطلوب القبض عليا وقررت أن أخرج بالمقاومة الفلسطينية طلبا لاتخاذ هذه الخبرة وللانضمام إلى المقاومة لفترة محدودة ثم أعود. في الفترة دي كنت بعرف عدد من الشباب الفلسطينيين اللي تركوا الجامعات والتحقوا بالمقاومة. في منهم شخصيات كانت بعد كده برزت على الساحة، ياسر يعني عرفات يعني مجرد ان اعتقد ياسر يعني عرفات الجيل السابق. اوكي بس القط ان هو فكرة كلية الهندسة، لان ياسر عرفات كان في هنا رابطة الطلاب يعني الثورة الفلسطينية بدأت في البداية من مصر في رابطة للطلاب، وكانت أول رابطة تعمل للطلاب الفلسطينيين. اتحاد الطلاب الفلسطيني هو من أقوى الاتحادات الطلابية في العالم كله. حتى ياسر عرفات وكان صلاح خلف وكان أبو جهاد في غزة نفسها وكان أبو الأديب ومجموعة من القيادات التي عرفت لاحقا كانوا طلاب في القاهرة وشكلوا الرابطة. وهذه الرابطة ياسر عرفات خدم في الجيش المصري بالمناسبة. هذه الرابطة تحولت بعد ما تخرجوا تعرفوا على بعض وبعدين انتقلوا للعمل في الكويت، التقوا في الكويت وشكلوا حركة التحرير الوطني الفلسطيني في الخمسينات، منتصف الخمسينات تحديدا، إلى أن بقت حركة فتح يعني الكبيرة اللي قادت النضال الوطني الفلسطيني. أنا لما انتقلت إلى بيروت في 77 كان ليا شرف أن تعرفت بالشهيد أبو جهاد منذ البداية. والحقيقة اتخلقت مع أبو جهاد الذي هو أحد أهم المؤسسين. تعرفت عليه في بيروت ولكن في بيروت. مش بيروت. في القاهرة. لا في بيروت طبعا تعرفت عليه، وكان في ذلك الوقت رجل الظل. ما حدش كان ما كانوش صورة حتى. ما كانش فيه صورة لأبو جهاد. ولأنه هو الرجل المسؤول الأول عن العمل العسكري وعن الأرض المحتلة. دكتور سمير كان دور حضرتك ايه بقى في المنظومة دي؟ طيب اول ما تعرفت على ابو جهاد الحقيقة هحكي قصة سريعة جدا ازاي اتربطت العلاقة بيني وبين ابو جهاد. في اول لقاء، وده كان صعب جدا ان حد يشوف ابو جهاد، لكن تم ترتيب هذا اللقاء واعتقدت انه يعني هيكون ترحيب ومجاملة ولدقائق. امتد اللقاء لساعات طويلة جدا وتناقشنا في كثير من الموضوعات، وبعدين سألني هل غديت؟ قلت له لا. قال طيب اطلع معايا عشان نتغدى. فركبت معاه سيارته ورحنا بيته. على باب البيت قابلنا شخص كبير السن مسن وكان قاعد معاه مجموعه من الشباب. فابو جهاد قال له مرحبا يا ابو خليل، وانا ما كنتش اعرف ان ابو جهاد اسمه خليل الوزير. فقال له مرحبا يا ابو خليل، وانا افتكرته انه احد الرجال المسنين يعني، طلع ابوه بعدين. طلعنا لفوق البيت، بعد شويه دخل ابو جهاد وقال لي انتوا المصريين بتحبوا العدس مش كده؟ قلت له اي حاجه. فقال لي اصل ام خليل عامله لنا النهارده عدس. وكان الغذاء طبقين مع أول مقابلة ليك أخذك بيته طبقين عدس وأكلت عنده في بيته طبقين عدس ورغيفين. وقام هو جابهم بإيده وجات أم خليل اللي هي أم جياد يعني أم أبو جياد وجات قدمت لنا الطبقين العدس كل واحد رغيف وتغدينا عدس. فقلت له أنا بايعتك يعني رئيس عيش وملح على عدس على هذا العدس. ولم يختلف سلوك أبو جهاد في أي وقت عن الجلسة الأولى. هو رجل بسيط متواضع،
حياته كلها فلسطين. أنا تعلمت منه الكثير، هو سخر الهواء بلا مبالغة. خلينا اسمح لي دكتور هنتعرف هنتعرف على دورك بس، لكن اسمح لنا ان احنا نخرج لفاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود من جديد لاستكمال هذا الحوار مع دكتور محمد حمزة. بعد الفاصل نستكمل الحوار مع الدكتور سمير غطاس. ما زال الحوار متواصل مع دكتور سمير غطاس أو مع دكتور محمد حمزة. دكتور سمير، يعني كنا بنتكلم عن دورك في منظومة المقاومة الفلسطينية. يعني بعد ربط العلاقة مع الشهيد أبو جهاد حصل في نوع من الثقة، توليت الحقيقة مناصب في غاية الأهمية والخطورة لم يتولاها حتى الفلسطينيين نفسهم. البداية جت الثقة منين؟ يعني ما هو برضه ثقة من الحوار وتاريخي السابق والعلاقة مع أبو جهاد. أنا طبعا بسرعة أخذت دورة عسكرية الأول ودورة متخصصة وعمل يعني خلف الخطوط العدو، العمل دورات الخاصة عارف كمان تاريخك النضالي. طبعا. طيب ما أسند إليك؟ يعني كلمنا عن المناصب في المهمة الأولى، وهي واحدة من أهم يعني وأخطر المهام. كان في حركة فتح حاجة اسمها مكتب حركات التحرر. هذا المكتب كان مسؤولا عن تدريب وتسليح وتجهيز كل أو أغلب، عشان أكون دقيق، أغلب حركات التحرر في العالم. كان في شقين، جزء سياسي يتولى العلاقة مع هذه القوة وجزء تدريب عسكري. جزء التدريب العسكري كان بيتولى يعني أخ عزيز الله يرحمه توفى إلى رحمة الله، وأنا كنت متولي الجزء العسكري السياسي. فالجزء السياسي ده تعرفت فيه على أغلب حركات التحرر في العالم، خاصة في أمريكا اللاتينية، توبا ماروس المونتينورز في الأرجنتين، كل أمريكا اللاتينية تقريبا. وفي منطقة الشرق الأوسط كان لسه الثورة الإيرانية يعني في إرهاصاتها الأولى، فتعرفنا على أغلب قادة الثورة الإيرانية، وأنا شخصيا توليت الإشراف على تدريبهم، منهم مصطفى شمران أول وزير للدفاع في إيران بعد نجاح الثورة، الشهيد محمد منتظري ابن الإمام محمد منتظري آية الله محمد منتظري، وده استشهد في لبنان معانا، وعدد كبير جدا. كان كل عملكم كان في لبنان؟ كان في بيروت؟ العمل ده كان في لبنان الحقيقة، في تلك الفترة كنا في لبنان. حتى السيد حسن نصر الله يعني زعيم حزب الله الحالي، ده كان في حركة أمل، وكان طالب، ما يزال طالبا في الجامعة، رئيس الكتلة الإسلامية في جامعة بيروت العربية، وتدرب هو ومجموعة كبيرة في بعلبك في يعني في تلك. طب يعني دي كوكبة أو زي ما بيقولوا كده كوليكشن عجيب. نعم. لأنه بعد كده بقى في انقسامات كتيرة جدا في الفترة دي، كانت فرقت هؤلاء الرفقاء. في الفترة دي كانت الثورة الفلسطينية هي مركز تجتمع حواليه كل القوى الحقيقة، وكنا منفتحين لتدريب كل حركات التحرر. أنا سألت أبو زياد مرة، لأنه قالت لنا حركات من يعني آسيا يعني ملهاش أسماء، يعني مش معروفة في التاريخ. قلت له إحنا ليه بندرب هذه الجماعات؟ فقال أولا لأنه هدفنا مشترك، دول بيقتلوا عدو مشترك هو الولايات المتحدة الأمريكية، ودول هينتصروا قبل الثورة الفلسطينية، لأنه قضية الثورة الفلسطينية معقدة جدا. أذكر أنا أنه زعيم الحركة الساندينية الساندينيستا لما جالنا قال أنه يعني يتمنى أن إحنا ننتصر قبله، بس هو كان متأكد أن هم هينتصروا قبلنا. أبو جهاد قال انه كان عنده افق كمان، مش بس فلسطيني ولا اقليمي، كان عنده افق دولي. قال لي اخ يعني امتد الى امريكا اللاتينيه، دعم حركات التحرر على مستوى العالم، يعني انتصروا هيشكلوا حكومات ودول وكذا، هيبقوا حلفاء لينا وهيبقوا حلفاء للقضيه الفلسطينيه، بناء يعني استراتيجي مستقبلي. انا سافرت معاه وشفت معاه واحد من اعظم العسكريين في العالم اللي بذكرهم التاريخ، هو الجنرال جيام اللي هزم الفرنسيين في ديام في دي معركة ديام بيانفو، وهزم الأمريكان بعد كده في سايغون في فيتنام. واحد من أعظم الجنرالات في التاريخ العسكري. لما شفته معاه قال بتواضع شديد، تواضع القادة الكبار يعني، قال تعلمت كثيرا من خليل الوزير، من أبو جهاد. معركتهم أعقد من معركتنا، لأن معركتهم ضد الحليف الإسرائيلي الصهيوني. نعم. الذي يعني تحالفه الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور، لما استشهد أبو جهاد كتب في النعي في السفارة
تعلمت كثيرا من هذا القائد الكبير الفز الى اخره. دي اول مهمه كنت يعني طيب نعرف المهمه الثانيه سريعا، ونعرف امتى انتقل العمل الى فلسطين نفسها، يعني امتى انتقلت لفلسطين وبدات تمارس العمل من هناك. المهمة الثانية، كان أبو جهاد بيحلم دايما أنه يعمل مجلة عسكرية فلسطينية محترمة، مجلة دراسات. فسألني إذا نقدر نعمل مجلة اسمها المعركة، وأنا استغربت قلت له ليه المعركة. بعدين عرفت لما يعني تطور الأمر قليلا، عرفت أنه إسرائيل فيها مجلة مهمة جدا نظرية اسمها معرخوت. معرخوت بالعبري يعني المعركة. فهو كان عايز يعمل المعركة الفلسطينية تتفوق على المعركة المعرخوت الإسرائيلية. معرخوت بدأت كمان قبل قيام دولة إسرائيل، يعني مجلة قديمة قامت في أثناء ما الحركة الصهيونية كانت بتحاول يعني تستولي على فلسطين. عندهم بشكل كبير يعني. فهو أوكل لي المهمة دي، وعملت المجلة وأصدرت في بيروت 3 أعداد، ومجلة دراسات كانت مهمة، عدد كبير من الناس يعني شاركوا فيها. لكن في عام 81 حصلت نقلة مهمة جدا في حياتي. عام 81 كان في معركة مهمة جدا بالصواريخ والمدفعية في حدود الأسلحة اللي كانت موجودة معانا. احنا ضربنا 46 مستوطنة شمال إسرائيل. لأول مرة تطلب إسرائيل وقف إطلاق النار بواسطة فيليب حبيب الوسيط الأمريكي في ذلك الوقت. أوقف القتال، بس الاتفاق تضمن وقف العمليات أيضا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وسألت أبو جهاد أيامها سألت سؤال كبير أيامها، احنا ليه موجودين في لبنان؟ قال لي موجودين يا أخ عشان أنه نطور العمل العسكري. قلت له الأساس هو أن ننتقل إلى الداخل حتى لو كنا احنا في الخارج، بس ينتقل مركز ثقل الثورة إلى داخل الأراضي الفلسطينية وليس إلى خارج. كان في ذلك الوقت التركيز أحادي الجانب على العمل العسكري فقط. فأخذنا فترة طويلة جدا، أعتقد أنها واحدة من أخصب وأهم يعني الفترات في حياتي على الأقل، اللي حاولت فيها أن أحاول أقنع الشهيد أبو زياد بأهمية العمل السياسي والنقابي إلى جانب العمل العسكري داخل الأرض المحتلة. في تلك الفترة تصادف وتزامن أنه الشباب في الأرض المحتلة كانوا عملوا حركة اسمها حركة الشبيبة الفتحوية، فتبناها مباشرة أبو زياد، وسيطرت حركة الشبيبة على العمل النقابي، على الجامعات، على كل العمل في ذلك. وبدأ فعلا يبقى في حراك في الأراضي الفلسطينية من الداخل، العمل العسكري إلى جانب العمل السياسي والنضال جنبا إلى جنب. تلك الفترة من 81 أنا تفرغت تماما بقى للعمل إلى جانب أبو جهاد في ما يتعلق بكل قضايا الأرض المحتلة، وكنت غير الفلسطيني الوحيد الذي تولى هذه المهمة ودخل جهاز الأرض المحتلة. أو بتقيم المقاومة المسلحة ازاي الفلسطينية؟ يعني في معرض حديثك قلت انه ضرب المستوطنات كان سبب من اسباب ان اسرائيل اللي تطالب لاول مرة بوقف اطلاق النار. بتقيم ازاي بقى المقاومة دلوقتي اللي الجميع بيرى انها غير متكافئة، انه بيضرب صواريخ بدائية الصنع، بيكون المقابل يعني قدرات تدميرية هائلة من وابل من الرصاص يعني. كل عمل عسكري يجب أن يكون مرتبطا بالعمل السياسي. فيش عمل عسكري لوحده، وإلا نتحول إلى قطاع طرق. العمل العسكري يجب أن يخدم السياسة. إذا تعارض العمل العسكري مع السياسة يجب وقف العمل العسكري. للأسف الشديد الثقافة السائدة عملت من الكفاح المسلح بقرة مقدسة، وهذا مخالف أصلا لنظرية حرب التحرير الشعبية. نظرية حرب التحرير الشعبية أنه كل عمل عسكري يجب أن يكون له هدف سياسي، ويجب أن تحكمه السياسة في البداية والنهاية. عندما تزيد خسائر الفلسطينيين، هذا لا يعني أنه لا توجد تضحيات على هذا الطريق، توجد تضحيات والفدائيين طول الوقت. الفلسطينيين قدموا آلاف الضحايا، عشرات آلاف وربما مئات آلاف الشهداء والضحايا، ولكن يجب أن يكون هناك ثمن لكل تضحية. وبالتالي عندما تزيد الخسائر، مثلا الحرب الأخيرة، منذ اليوم الأول كنا نعرف أن هناك عدم تكافؤ، وأنه ليس مجرد وصول الصاروخ إلى تل أبيب. يعني مثلا أطلق حوالي 4235 صاروخ وقذيفة هاون وكاتيوشا، كل ده جرح 3 إسرائيليين، وفي النهاية قتل 3 كمان. في المقابل تعالى شوف حصيلة، بالمقابل عندنا 2100 شهيد و10000 شهيد، 10500 حوالي 60,000 غير النازحين. ما هي المطالب التي توصلنا إليها في النهاية؟ هي نفسها التي كان يمكن تحقيقها بعشرة أيام قتال. كان يمكن أن نحافظ على قواتنا وقتها. يعني الجهاد الإسلامي لوحدها اعترفت ب110 شهيد.
حماس ما اعترفتش بشهداء كويس، بس المدنيين ربع العدد اللي قلته ده كان الاطفال. شايف يا دكتور ان احنا محتاجين اعاده النظر في شكل المقاومه وطبيعتها في اليتها بالتاكيد بالتاكيد، لانه هناك اشكال من المقاومه حتى غير المسلحه. يعني انا واحد من قاده الكفاح المسلح واقول لكم دلوقتي عمليات ما حدش عملها قبل كده. انا كنت شريك في 3 عمليات من كبرى العمليات التي تسجل في تاريخ المقاومة، بالعكس في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. احنا بعتنا دورية من الخارج كان فيها 20 فداء انتحاري في بطن سفينة كان مفروض تهاجم وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيت يام في تل أبيب سنة 85، وشحاك كان رئيس الأركان هو اللي طلع بنفسه عشان يواجه هذه السفينة، وقال لو أن هؤلاء وصلوا للأرض لم نكن نعرف ما كان يمكن أن يكون مصير وزير الدفاع شارون. سنة قبل كده سنة 83 مجموعة أنا كنت مسؤول عنها في لبنان أسرت 8 جنود إسرائيليين. يعني دلوقتي بنتكلم عن أسير جلعاد شليت مثلا، طبعا الدنيا تم مقايضته. إحنا أسرنا 8 جنود إسرائيليين عشان نطلع بيهم من المنطقة اللي المجموعة أسرتهم منها في لبنان إلى أن يصلوا عندنا. اضطرينا نركب في عربية إسعاف، أو المجموعة تركب في عربية إسعاف لأحمد جبريل، لمنظمة أحمد جبريل. فتنازلنا له عن 2 من الأسرة وبقيوا 6 عندي في البيت. وما يزال حتى الآن لدي كل البطاقات الشخصية العسكرية وغير العسكرية بتوع الستة دول، حفظنا عليهم في لبنان لمدة تقريبا سنة. إلى أن جرت أكبر عملية تبادل أسرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية. طلعنا بالستة دول 3500 أسير في جنوب لبنان، وطلعنا 111 أسير من الأسرة ذوي الأحكام العليا. ولازم أقول هنا المشاهد لازم يعرف أن أبو جهاد أصر على أن تتضمن هذه الصفقة الإفراج عن مكتبة مركز الأبحاث في بيروت اللي كانت إسرائيل بعد ما دخلت بعد ما طلعنا من بيروت في عام 88 في عام 82 آسف بعد 88 من القتال 88 يوم من القتال إسرائيل استولت على مركز الأبحاث وأخذت كل الكتب. فأصر أبو جهاد أنه يتم الإفراج عنها، أن الصفقة يتم الإفراج فيها عن الكتب. التقيت في أحد الندوات لاحقا مع زائف شيف، وزائف شيف ده كان واحد من أكبر المحللين العسكريين الإسرائيليين. كنا في الهند وسألني أنه إيه مغزى أنه أبو جهاد يصر على أنه تتضمن الصفقة الإفراج عن الكتب. فقلت له أبو جهاد أراد أن يعلمكم أنتم الإسرائيليين كم نحن الفلسطينيين والعرب نحترم الثقافة والكتاب احترامنا للإنسان. ما تزودوش علينا أنتوا، لأنه جزء من الثقافة الإسرائيلية اليهودية أن هم بيحافظوا على الإنسان وقديه يعني بيبذلوا جهد عشان يحرروا الأسير بتاعهم. تتذكروا الجاسوس اللي كان هنا اللي كان في مصر بتاع شركة النسيج اللي شارون قاعد يلح عليه لغاية لما حصل التبادل يعني، وراح وقال أنه أنا بشكر دولة إسرائيل. أنا قلت له أراد أبو جهاد والفلسطينيين أن يعلموا الإسرائيليين كم أن للثقافة نفس الأهمية للبني آدم، رغم أن هذه الكتب كان يمكن الحصول عليها مكان آخر، لكن هو أصر على هذه القيمة اللي نثبتها. دي كانت العملية الثانية. العملية الثالثة أهم، بس في حاجة إنه كل العمليات دي المفروض أنها تخضع للسرية التامة. أنا شايفة أنه في حواراتك معاهم أنهم كانوا عارفين طبيعة دورك ده ولا ده كشف عنه بعد كده؟ بعد 93 بعد اتفاقية أوسلو والسماح بدخول المنظمة أنا لست أهم من أبو عمار نفسه. يعني سمح للناس أنه حتى يعني كان معانا ناس شاركوا في عملية ميونخ ومع ذلك دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية. أنا دخلت إلى غزة في 13/5 سنة 96. العملية الثالثة هي الأهم والأخطر. العملية الثالثة هي إحنا أول مجموعة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تصل إلى 6 كيلو من مفاعل ديمونة الذي هو يعني سر أسرار الدولة العبرية. مفاعل ديمونة كما هو معروف مفاعل نووي موجود في صحراء النقب، ينتج قنابل نووية، أنتج يعني عشرات ربما مئات القنابل النووية. إحنا بعتنا مجموعة هي المجموعة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي مش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي وصلت إلى 6 كيلو فقط من مفاعل ديمونة. أخذوا باص الأوتوبيس الخاص
بنقل الخبراء. دكتور سمير انا عارفه طبعا انه الحكايات كتيره جدا وللاسف الشديد وقتنا قرب على الانتهاء، لكن عايزه جانب شخصي بقى. يمكن احنا بدانا التقديم لحضرتك بعلاقتك بابو عمار. تقول لنا ازاي شفته بقى من قرب، يعني لانه هذا الرجل يعني لم ينصف بالقدر الكافي، ظلم كثيرا. صحيح، ابو عمار الزعيم عظيم رغم انه علاقتي بيه شبه بعض التوتر، لكن بشكل موضوعي أقول أنه أبو عمار ظلم، خدم شعبه كما لم يخدمه أحد، نقل القضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية حق تقرير المصير. أول من أدخل حركات التحرر في العالم إلى الأمم المتحدة، كان أول زعيم حركة تحرر يصل إلى الأمم المتحدة سنة 74، وكلنا نذكر خطابه الشهير عندما قال لا تسقطوا، جئتكم وأحمل غصن الزيتون بيد والبندقية بيد أخرى، لا تسقطوا من يدي غصن الزيتون. أذكر هنا بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لما زار الأمم، لما خطب في الأمم المتحدة، في اثنين وقف ممثلي 185 دولة وقوفا والتصفيق عدة دقائق. لما ذكر الشاعر محمود درويش أن كل أعضاء الأمم المتحدة وقوفا والتصفيق أخذ عدة دقائق، ولما ذكرهم بمقولة ياسر عرفات لا تسقطوا من يدي غصن الزيتون، وقفت الأمم المتحدة كلها لياسر عرفات. ياسر عرفات كشخص قائد فاز تاريخي، شخص شجاع لا مثيل لشجاعته، اعتقد انه اكثر اثنين في حياتي شفتهم شجعان هو ابو جهاد وابو عمار في ظل حصار بيروت. 88 يوم كنا في 5 كيلو متر مربع واسرائيل محيطه ببيروت من كل الجوانب، كان ابو عمار ينزل في سلاحه في ايده ويتفقد المواقع والكمائن. نعم. ابو جهاد وصلنا الى مسافه 150 متر بيننا وبين يعني المواقع الاسرائيليه. كانوا قاده حقيقيين على راس قوتهم، لم يكن احد منهم يعني يعيش لا في مكتبه ولا في، بالعكس، لكن كانوا ميدانيين. يمكن فعلا دكتور سمير يعني قائد عظيم، اعتقد انه ظلم لكن شعبه حتى الان بيقدروا 11 11، مش بس وكانه استشهد الامس، مش بس الشعب الفلسطيني، كل العالم طبعا العربي والاسلامي بيقدر بالتأكيد. طبعا ابو عمار يعني حكايات من عبق التاريخ، الا انها روت لنا اسرار من اسرار المقاومه الفلسطينيه تعرفنا عليها من خلال حوارنا الشخصي جدا مع دكتور سمير غطاس. احنا بنشكر تشريفك من الاستوديو. شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى دائما لحركات المقاومه والتحرر في العالم أن تنتصر، لأنه في النهاية يعني هذا هو المطلوب وهذا هو الطبيعي في الأمور. يعني دكتور سمير بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وخلينا نطلع فاصل.